السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم اي باكس. اليوم جايب لكم مقطع جديد. اليوم راح انزل لكم شرح عن بلوجن الحماية، راح يطلع لكم اسمها ان شاء الله. راح احطه اذا جيت اعدل ادت الزبدة. راح اشرح لكم من هو البلوجن. راح نبدأ. اول شيء نكتب سلاش كعربي اريا زي كذا، اريا ما ادري كيف تنطق. تكتب بوس وان، هذا بداية التحديد. يعني إذا بتجي تحدد، نروح مثلا نقول نبي نحدد المنطقة، نحدد من الطرف الأعلى. بس كسرته، دقيقة أساس إني كسرته، خلني أتراجع. والحين بعد ما نحدد الطرف الأعلى، نحدد الطفر في الأخير. سلاش أريا بوس تو، نحدد الطرف، بس اضغط عليه تكسره بس مرة، يعني مو تكسره مرتين. مثلا نقول نبي الحين نسميه. اول شي لازم تسميه، يعني بعد ما تحدد وكل شي تكتب سلاش اريا كريت زي كذا كريت، وتكتب اسمه. مثلا انا ابي بي بي بي، دقيقة خلها تكون سمول بي بي بي. الحين هذا راح المنطقة راح اخليها ضد البي بي بي، يعني مثلا يطقك واحد ولا شو اسمه تتأثر من النار ضد يعني. اوكي نكتب الحين بعد ما سميناه، تكتب سلاش اريا فلاج، نكتب اسم المنطقة بي بي بي، نكتب كود. هنا مثلا تبي تفعل البي في بي تكتب اوف، هو طبعا بيكون مفعل. بس انت اذا ما تبي بي في بي او طق تكتب اون، خلاص كذا يكون مفعل. فبعدين راح نرجع ونجربه. خلني بحط علامة ان هذا حق البي في بي، هذا الحين حق البي في بي عشان بعدين نرجع له. حين نرجع نروح المنطقة الثانية، راح نحدد نفس الشيء سلاش اوكي سلاش اريا بوس ون، نكسر سلاش اريا اوكي سلاش اريا بوس تو. اوكي مثلا الحين راح نسوي نسمي ذي المنطقة سلاش اريا كريت مثلا ادت. مثلا هذه المنطقة راح اخليها يعني ما الاوب، بس هو اللي يقدر يعدل فيها، يعني يحط بلوكات يكسر. مثلا احنا نكتب سلاش اريا فلاج، ونكتب اسم المنطقة اديتور، نكتب ادت. هذا اللي بعد اسم المنطقة تكتب ادت حق شو اسمه، استغفر الله، انك ما تخلي احد يكسر ولا ذا. بس انا انصح جيم مودي تو عشان ما يقدر يكسر ابد. ف ادت تخليها اون، اذا تبيهم عادي يكسرون خلها اوف. فا اوكي الحين نروح المنطقة اللي بعدها، نقول هذه حقت شو اسمه الادت، هذه ادت هذه بيبي، وهذا حق التوتش. بس بسوي شرح بسيط بدون مثلا تحديد كل شيء، بس اقول لكم ولا بحددها. خلني بحددها عشان امسحها بعدين. بوس لا اريا بوس ون، اوكي اريا بوس تو. سلاش سلاش
اريا كريت. هذه حق التوتش بصراحة، عندي أحس إن الكلمة بتطلع موقع الزبدة. خلني بسميها اسم ثاني، بلايس ولا بيالله. ايه اوكي زي كذا. حنا نكتب سلاش اريا فلاج بس عشان بشوف الاسم شنو. دقيقة، سلاش هلب اريا فلاج بليز اريا فلاج. شو سمينا المنطقة ب ال ايه. اوكي، في عندك edit و guard او touch. touch حقي اذا انت حطيت ازرار، مثلا الحين تحديث 0.14.0 تقدر تفعل ريدستون في السيرفرات. ف هذه مثلا الاوب بس هم اللي يقدرون يضغطون الازرار، و guard هي اللي حق البي بي، و edit حق اللمس مثلا دي. الحين راح نكتب slash area فلاج كان اسمها ال توت اون، وهو تقدر تخلي ترو او اوف، بس انا اكتب اون او اوف. اوكي الحين راح احط كم من شيء، مثلا نجيب نار او ولاعة. ولاعة هذا نقلنا المنطقة اللي شو اسمه. اوكي الحين راح اكتب سلاش جيم مودي 0 عشان نتأكد او نجرب. بسم الله. اوكي زي ما تشوفون هنا المنطقة انا حاميها، وقت نروح هنا راح تأثر. اوكي زي ما تشوفون هنا ما راح تأثر، هذه منطقة محمية، اما هنا راح تأثر. اوكي خليه يروح النار. اوكي الحين راح اطلب بلوكات، ولا ما بطلب، وش اسمه، بعطي نفسي دي اوب وبحط كريتف. اول شي كريتف سلاش جيمي مودي سلاش جيم مودي اون. اوكي بسوي حق نفسي دي اوب وبرجع لكم. اوكي باك، بس بعد ما سويت دي اوب الحين راح نجرب السيستم، المنطقة اللي قلنا عليها ادت ما نقدر نحط عليها اي بلوك. اوكي حس في غلط، نجرب. اوكي راح نشوف المنطقة الثانية سوينا عليها توتش. اوكي راح ارجع الحين بعدل شيء من شو اسمه، بتأكد وارجع لكم. اوكي باك، بس ما ادري شنو المشكلة في حالة التكسير لما تتكسر، اني مجرب اكثر من مرة وضبط، بس هذا المشكلة اذا ما ضبطت اكثر من مرة. حتى ال جود او ال بي في بي ارجع حدد من جديد، هذه المشكلة تصير اكثر من مرة. حاول تحدد بدون ما تطلع من السيرفر، يعني مو تحدد تحديد واحد وتطلع من السيرفر ترجع، مثلا طردك ولا شيء تجي تحدد، مثلا تجي تحددت هنا تجي تحدد هنا. اوكي الحين بس خلاص وصلنا نهاية المقطع. البلوجن زي ما تشوفون بلوجن الحماية، هذا بس المشكلة ما اشتغل، جربته ما اشتغل. اوكي هذا زي ما تشوفون جربناه واشتغل، الكود او البي في بي، وهذا الاديت، وهذا التوتش. التوتش زي ما قلت لكم اعذروني صوت شو اسمه الجرس. اوكي ثواني بروح ارجع لكم. اوكي باك، نسيت وش كنت اقول، بالزبدة بس راح خلاص اني وصلت لغاية المقطع. زي ما قلت لكم اذا فشلت المحاولة ذي مثلا او ذي، عيد التحديد، يعني سو سلاش بوس 1 بوس 2 و دقيقة ورايكم. اوكي انا دي اوب
يعني ما اقدر اراكم، اعذروني صوت الجرس، بس خلاص وصلنا نهاية المقطع. واحد منفرني يبي يتصل بالجوال. بس هنا وصلنا نهاية المقطع. اسلايك سبسكرايب كومنت. كان معكم الباكس، مع السلامة.